الجاليبيا اليوم على فيديو جبت لكم اسهل وصفه تصنع الكيكه. اي وحده تقدر تصنعها. من عليكم ما غير ديروا الاشتراك في القناه والاعجاب بالفيديو. بالنسبه للمكونات عندنا كوب ونص تاع الدقيق اللي هو 210 غرام، وملعقه كبيره تاع البيكنج باودر اللي هي خميره كيميائيه، زوج معالق كبار كاكاو، زوج بيضات، ملعقه صغيره لافاني، رشه ملح، ملعقه كبيره تاع الخل، وكوب الا ربع سكر معناها 150 غرام، زيت نباتي نص كوب 110 مليلتر، والحليب دافئ عندنا نص كوب معناها 125 مليلتر. كما قلت لكم المكونات هذه هي، وخليها لكم تحت في الديسكريبشن اللي هو صندوق الوصف، وتخرج لكم ثاني هنايا في الشاشه. هنايا اول حاجه شوفوا بديت ندير المكونات الجافه. شوفوا هنايا خلات بالخلاط اليدوي، ها هو على الشكل تاعو ولا شكل ترابي. ومن بعد جبت البول الزاوج ودرت فيه المكونات السائله، درت كامل السوائل تما. الكهربائي حتى يتضاعف ليه الشكل تاعها. ومن بعد جبت صفايه ولا مش عارف كي نقول، تقولوا لها نتوما ولا تغربلوها ولا مش عارف. المهم كما راكم تشوفوا هنا غربلت المواد الجافه كهذه الطريقه. ومن بعد خلطت بالخلاط الكهربائي، ما خلطتش بزاف باسكو كي تخلطي بزاف الكيكه تاعك ما غاديش تطلع لك بزاف. صافي خلطت غير هكا قد لي نمزج المكونات الجافه مع سائلة. ومن بعد جبت هذا البلا اللي غادي ندير فيه، دهنته بالدهان. ومن بعد عمرت فيه هذاك الخليط، ها هو على بال ما عمرته دروك انا نكون قبل شعل الفرن 180 درجة، دخلتها في الفرن ودروك نجيت نديرو باه نسقوها باه تجينا شابة من الداخل. عندي هنايا كما راكم تشوفوا درت الحليب. بالنسبة للحليب عندي كوب ونص 375 مليلتر. بالنسبة للسكر عندنا ملعقة كبيرة، والكاكاو تاني ملعقة كبيرة. ومن بعد كما راكم تشوفوا هاي الكيكة تاعي جهزت. دروك كيما راكم تشوفوا تقبت عارفيها بلي طابت واللي هي جهزت. ديري لها بهذا الكيردون ندخليه وكي يخرج لك ناشف معناها راهي طايبه. دروك انا يا بديت نتقف فيها كاع باه ندير لها الاخرى تاعها. كيما راكم تشوفوا هكا ما تجيكمش بزاف زعما ما تبانلكمش بزاف باسكو غادي تشرب. مكونات الكريمه كما راكم تشوفوا الكريمه اللي غادي نديروها من فوق اللي هي الطبقه الثانيه. عندنا كوب الا ربع 130 غرام سكر، كوب الا ربع، كوب الا ربع ثاني 150 غرام 150 غرام تاع دقيق، ونشد الدوره اللي هي مايزينا عندنا زوج معالق كبار، ولا فاني عندنا نص ملعقه كبيره، وليتر تاع الحليب. وبالنسبه للزبده ديري 200 غرام. ومن بعد تديهم فوق النار وتقعدي تخلطي حتى يولي لك الشكل تاعها كريمي. انا هنايا بعد ما خلطت ولا لي الشكل تاعها كريمي،
ضفنا الزبده، الزبده هذه ماشي كاع اللي ضفتها باسكو كستا كاميرا طافيه وانا كنت ندير في الزبده. وهنا كما راكم تشوفوا رشيتها من الفوق بالكيكه، رشيتها من الفوق التزيين درت الكاكاو. ومن بعد دخلتها للثلاجة بتكبد روحها. وهنا نكون وصلنا لفند الفيديو، ما تنسوش تديروا جيم وابوني، وباي باي.